السلام عليكم أزر فلاوان. كما لاحظوا الناس كامل، الطبقة السياسية الجزائرية راهي مسحرة. التصحير هذا بدأ من عهد بوتفليقة لما كسر خلق انشقاقات داخل الراندي، بن صالح ضد ويحيى ويحيى ضد بن صالح، نحي هذا عاود جيب هذا، كنا احزاب ماهيش مبنيه على النضال تاع المناضلين تاعها، احزاب مخلوقه من فوق وتوصير من فوق. نفس الشيء صرا في لفلان، بعد اخلق حزب ما عندوش زوج مناضلين وديروا من الموالات ومن القوى السياسية اللي هو حزب عمارة بن يونس، الغول ثاني يدير حزب حتى هو تاج، يعني يخلقوا في أحزاب اصطناعية ارتيفيسيال، دي بارتي بوليتيك ارتيفيسيال. في نفس الوقت يقمعوا في كل قوى سياسية اللي قادرة تبرز، يخلوهاش. النتيجة أنه الأحزاب الاصطناعية اللي داروها، أولا أحزاب فاسدة رياسها كلهم فاسدين سراقين صعاليك ولاد حرام، راهم في الحباس، راهم في الحباس بيتهم في الفساد، ماشي في حاجة أخرى، الفساد والرشوة والانفاع وكذا وكذا. لحقنا اليوم إلى مرحلة وين الساحة السياسية ولات صحراء فارغة، لابد من بروز وجوه جديدة. الوجوه الجديدة هذه أفرزها الحراك، الوجوه الجديدة هذه الحراك هو اللي جابها، ما جاتش واحد. واللي قادر يدير حاجة يبان. ونزيد كلها جيل جديد، جيل ماهوش ملوث، رجال ونساء ما شاء الله. أنا في رأيي هذه هي الفرصة تاع هاد الوجوه الجديدة اللي تتمتع أولا بثقة الشعب، ثانيا هالثقة ما جبتهاش بالكلام الفارغ، وإنما جبتها بالنزاهة تاعها، بالعفة ديالها، بالنظافة ديالها، وبشجاعتها. اليوم عندنا وجوه اللي قادرة تغير تاريخ الجزائر من على شهر على شهر. الجهة دي معروفة، لما تجي تسأل على محسن بن عباس، الوحيد اللي كان يخرج من الأحزاب السياسية القديمة اللي يخرج ويتظاهر في الشعب وما يحاوزوش الشعب، ودائما ما واقفوا يعني مقنعة، وخرج بحزب الارسيدي من القوقعة ديالو هذيك الجهوية، خرج به إلى المسار الوطني. اليوم أيوة، لأنه المواقف تاع محسن بن عباس تاع الارسيدي مواقف يعبر عليها على مستوى وطني، ما يعبرش من داخل يعني من باب جهوي. هذه الأولى. وزيد شاب وكذا. نزيد عندنا وجه آخر، كريم طابو نفس الشيء، يعني من جهة كان الكفاءة، كان النضال، الشجاعة، المواقف، ادفع ثمن، ادفع ثمن. وهذه وجوه مقبولة. تاخذ كلام فوضي البومالة نفس الشيء، يعني راجل اللي زعزع النيابة العامة وجهاز القضاء تاع التليفون، زعزعهم
خلاهم يرتبكوا في اللي كانوا هما باش يحاكموا ولا هو يحاكم فيهم. مني هما باش عاولوا هما ولا هو يحاكم فيهم ولا هما هاربين روح قيلنا برك. هاينا عندك وجه اخر زبيده عسول. زبيده عسول يعني بنت حره بنت احرار. من جهه كرئيس حزب تناضل وتحرك دير، ومن جهه كمحاميه يعني من القلائل محامي القلائل اللي مفرطه في كل شرائح الدافع على معتقلي الراي على معتقلي السياسيين. يعني النضال تاعها ذاته في جهتين، في الميدان المهني ديالها وفي الميدان الحزبي. الحمد لله لما توجد لي عندك اربع احزاب، هذوما يعني ثلاث احزاب واحد شخصيه مستقله كيما فوضي البومانا، نقولوا غدوه تقدر تكون عندنا طبقه سياسيه اللي تنهض بالبلاد. وهذه هي فرصه هذه الشخصيات وهذه الاحزاب، هذه الفرصه تاعهم وفرصه لا تعوض. وجميع من يحب يجي يعكلهم يعرقلهم يدير كذا، على كل حال ما نظنش. لكن واحد اللي عنده وزن عنده تاثير قال يجي يعرقلهم، ما خلوه اروح حتى شدوا في الطريق ولا ما نظنش. يبقى عليهم هما باش يبرزوا انه تلتف حواليهم القوى الشعبيه. خويا عندك خيار، عندك لرسيدي جديد محسن العباس اللي راهو يتلقى في ضربات من النظام ومن حتى من اللي القدم اللي كانوا فيه. واحد قديم كان فيه قبل منه سمعت لقى ياخذ في ضربات سمعت. عندك كريم طابو يعني كيف كيف، هاي احزاب سياسيه اللي قادره تنافس ويعرفوا عن قناعاتنا. وجبد عسول عندها حزب سياسي ثاني كيف كيف فيه قناعات سياسيه، والناس تامن بالتعدديه تاع الصح، ما يروحوش ياخذوا اوامرهم من الكازيرنات. هذوما ما همش تاع عنده رونجرز في مخو، لا هذو متحرين من رونجرز، هذوما متحرين من رونجرز. وبالتالي هادو قادرين يمليو الساحة. وزيد كما ذكرت فوضي بومالا قادر يشكل حتى إما تنظيم سياسي أو كمفكر مستقل أو راجل اللي قادر يقدم خدمات للجزائر. وهنا قادرة تكون عندنا طبقة سياسية نظيفة. ولما كل واحد تلتحق به قوى شعبية من الحراك، أنا متأكد لو غدوة يعملوا انتخابات رئاسية مسبقة، لأنها رايحين لها رايحين لها يعني رايحين لها رايحين لها، شوف يجيبوا آلة تزوير آخر طراز. هما على كل حال هما ما كاش ما اللي اكثر من النظام الجزائري في التزوير، ما يقدروش يتفوقوا على القوى الشعبيه. لما هاد الناس تدخل ترشح ولا يرشحوا واحد منهم، يرشحوا واحد منهم سمعت، باش ما يبقاو اذا كان يشوفوا اون فاس راح يلعبوا لهم الغوله. تصور الغاشي هذاك الشعب هذاك تاع الحراك يهبط على الصنادق، يا هذاك الشعب هذاك اللي خرج بالملايين يهبط يعس صناديق الاقتراع. قول لهم يجوا يزوروا ذاك الوقت، احنا تاريخ تاع الجزائر راح يتغير، احنا راح يتغير تاريخ تاع الجزائر وراح ياخذ المجرى الصحيح ديالو. وهنا تقطع الطريق
أمام المزورين سمعت وصى عليك ولاد الحرام. تمناو أنه الإخوان هذوما يستغلوا الفرصة، ما يتردوش، يثيقوا في الشعب اللي راهو معاهم واللي هما خارجين منه، باش نقدروا نبنيو طبقة سياسية جديدة ونخرجوا بالجزائر من الوضع اللي راهي فيها. لأنه الجزائر إذا طاحت بين أيادي أمينة كلهم راح يزول عليها، لأنه عندها الله يبارك شعب جزائري يعرف يضحي، شعب جزائري يعرف يوضع ثقته في اللي يستاهل، شعب جزائري ما بقاش مغفل. باش يجيوك الاخرين ونقول لو غدوة صرا انتخابات رئاسية بعد شهر شهرين، هو يدخل واحد من هاد الربعة أو يدخلوا في ربعة، شوفوا على حساب الظروف، آلة التزوير تاع النظام تتكسر. علاش؟ لأنه هذاك الشعب تاع الحراك هو اللي راح يخرج على السلاطق. هذا ما كان، هذا ما نتمناوه، هذا أحسن سيناريو تنوه لبلادنا باش فيها بركة، مخلين العصابة هي اللي تسوق وهي تدير واش تبغي فيها بركة. هاي اليوم العصابة عاجزة، راهي عاجزة، ما صابت حتى كيفاش تعلن الشغور منصب رئيس الجمهورية. الراجل راهو مريض، ما على بالهمش بيه، وقتاش يجي وقتاش ما يجيش، ما على بالهم والو. داروا انتخابات تاع الدستور فينالمون طاح في كيل الزيت، ربي ما بغى لهمش باش يمضيه ما كانش. المهم نتمناو لبلادنا غير الخير، وان شاء الله ربي يقدر بلادنا ويقدر شعبنا باش البلاد تاخذ الاتجاه اللي كنا من بكري نحلموا به، وبناء دولة مدنية، بناء جزائر قوية، بناء جزائر ما تخضع حتى قوة أجنبية. السلام عليكم ورحمة الله.